صباح الخير عليكم، وش راكم؟ جيسبر كو فيز الي بيان، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب. المنهايه راهي كام متشخشخه اليوم كيما راكم تشوفوا، نحيت بليغت سندريلا اني خارجه فيت فيه نروح معاكم ونروح ونديكم بيان سور باش نشري من الماركات واحد العفسه باش اليوم ندير الحلوه. دوك نهضر معاكم. الزوج تاعي ديري لي الحلوه اللي هي كيما الطمينه، هي تركيه، خصني واحد العفسه شغل باش نخلطها معاها نروح نشريها. بصح انا الحاجه اللي خارجه عليها كتر 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 هي الميغاي باش نشري لها لو نيتوايون، بس كنت نمسح لها انا بالماء والقطن، دار لها لاليرجي، ما نشف لها بزاف لابو تاعها، وقال لي البيدياتر بلي الماء في الشتاء، وماما كوبين قالت لي عندها تجربه مع وليدها قالت لي في الشتاء الماء ينشف للبيبي، ينشف له لابو تاعو، ايبا ايفيتيو الماء لو ماكسيموم، ما تغسلوش وما تمسحوش به لي بيبي، سورتو لي نوفوني ما نمسحو لهمش به، بيسك دار لها لاليرجي. انا كان عم بالي غير الماء نورمال، حاجه نورمال. فوالا دوكا انا نروح وراكم معايا ونشوفوا واش نديرو في هاد العشيه. كيما راكو تشوفو تاني الثلوج راهي دايره حاله، مازالتش صب من البارح، وهو هكذا كيما راكو تشوفو الحاله راهي هايله، راهي هدنا، راهي واحد شميسه بزاف حلوه. ايبا قلت انا يا فيت في هكذا او موا باش تانيك نبدل شويه. خليت ميغاي مع باباها تاع 5 دقائق فقط، هنا برك الفارماسي هنايا والكوسميتيك هنايا والماركت هنايا، يعني كامل لوتو ان شاء الله ندير وكاش ربع ساعه ونعاود نولي للدار. واو شحال الحاله ملي صب الثلج، سي لا بروميير فوا نمشي فيه، ما نخرجش كامل نخاف البرد. فوالا دوك نشوفو عند غاتيس نحوس لو نيتوايون الميغاي، مي هنا ما كاش كامل، شوفو هنا. مرحبا، اش ولدك؟ جانا بريشي سور جانا. أبخي البنات، رحت للماركات وفي الماركات كاين جزء تاع المخبزة، لقيتهم دايرين سميت صغير، هذا سميت يجي بزاف بنين، يبيعوه سبيسيالمون ويديروه في الأشهر المباركة ولا في المولد ولا في العياد. شريت منه في هذا اللي كيعد اليوم أول جمعة من شهر رجب، داروه في الفرن. راني فرحانة كملت القضيات تاعي وبنتي ما ناضتش وما بكاتش، الحمد لله يا ربي. قلت لكم يا ربي ندير ربع ساعة وكما كان الحال درت 20 مينوت، ودوكاني رايحة للدار. نفرح نفرح كيما تبكيليش بنتي. واحد وشميت شوية هواء، ايه شعري مكشر، هادو راهو شعراهم زربع، راهم زربع، الله الله عليه، الله الله على الشعر المزربع، ماشي مكشر، المزربع. تلاقاو في الدار. انا عاودت وليت ليكم عمراتي، وليت ننسى، ما ديروش عليا ننسى بلي راني نصور ننسى، ولا عندي مرض النسيان. دخل للدار الحمد لله وما لقيتهاش تبكي، لقيت هذاك وناضت التي تبيعها تخي تخي بيان، قلت لها يعطيك الصحه اللي خليتيني نروح نقضي شغالاتي فيت فيه. ودوكا قلت نجي معاكم ندير معاكم واحد الكغاتان بزاف خفيفه وبزاف بنينه، وتوجدوها فيت فيه كيما نقولوا ساعه تكون واجده بلا وما تكتروش الماعن وما تكتروش الزيوتي وكل حاجه. دوك تشوفوها. واليوم بالنسبة للأتراك في رجب عندهم ليلة من ليالي رجب، ما على باليش حنا ما عندناش هاد، حنا رجب عندنا كامل مبارك ويصوموا فيه هيتوما، هما يصوموا، مي عندهم ليلة سبيسيال يديروا فيها قراءة قرآن وكل حاجة، ويديروا فيها تاني هاد الحلوة. هذه الحلوة يعني هي الطمينة تاعهم، راح نحضر معاكم الطمينة تاعهم على طريقة التركية، تجي تاني بزاف بنينة كيما انا نقولها سميد مغموم. برك وشنو صح تجي بنينة، هي فرق على الطمينه تاعنا، هما يديروها بالشربات وحنا نديروها بالعسل، بلا ما نكثروا بزاف الهضره، اي نروحوا نوجدوها مع بعض. فوالا عمراتي، نروحوا نديروا كغاتان تاع البطاطا بالبولي، تجي خفيفه ظريفه تمتم، نحطوا نقطعوا هكذا بطاطا
ديبتي ديم يكونوا متوسطين. شوفوا كيفاش هكذا، ماشي كيما اللي نقليو هاد كاروات صغار، تكون شويه متوسطه. واش نزيدوا لها؟ انا هنايا عندي تحبوا زدرت عجاج، تحبوا ديروا نورمال كيما حبيتوا، ليسونسييل يكونوا ثاني يكونوا ثاني مقطع هكا هكا هكا، المهم يكون مقطع هكا. وهنايا عندي مرصوص بالزبده واحد 41 غرام هكذاك، ذوبوه حطوه فوقها. ابخي هنا عندي لي زيبيس، عندي شويه فلفل كحل، شويه زعفران، شويه كركم، شويه ملح هكذا، ونخلطوهم كامل تري بيان. لازم نخلطوهم مليح مليح ونحطوهم في الفرن على 180 درجه، غير نشوفوهم بدات تكتك نقصوا لها ونخلوها طيب على 200، واحد النص ساعه تكون واجده. دوك انا هكذا نحطها في الفرن ونوريكم راني موجده البيشاميل، باش ومن بعد كي طيب لي كامل يطيب البطاطا تاعي والدجاج نحط فوقهم البيشاميل ونحط فوقهم فرماج غابي ونطلعهم وندخلهم يحمروا برك شويه وسابع. هنا وجدت البيشاميل تاعي، راهي برك كي طولت شويه هكذا، من بعد غير نشعل عليها تعاود ترجع تطلق روحها. هنا درت برغل، وجدت البرغل كملتو. دوكا الكراتان تاعنا راهي طيب، الله الله، نروحو نديرو مع بعض الحلوى. فوالا البنات، اول حاجه نديروها نحضروا الشربات تاعنا. هنا عندي زوج كيسان سكر كيما شفتوا، نزيدو لهم زوج كيسان حليب. بسم الله، هكا مانيش نعمر مليح مليح في الكاس، مام السكر ما عمرتوش مليح مليح. فوالا تقدروا ديروها غير بالماء، هما يديروها تانيك غير بالماء، مي من الحليب تجي بزاف مليحه. ونزيد لها تانيك هكا كاس تاع الماء، يعني زوج كيسان ما يكونوش معمرين بزاف بزاف تاع سكر، وزوج كيسان تاع حليب، وزوج وهكا وكاس غير ربع تاع ماء. فوالا دوكا نخلطوهم هكذا ونخليهم، نخليو هذه الشربات شويه واحد هكا برك، غير تبدا نغلي تغلي نطفي عليها. هذا ما كان باش السكر برك يذوب لي، يعني ما نحتاجوهاش تذوب بزاف. دوكا نروحو للسميد. اول حاجه البنات نحطو واحد 50، يعني قولوا زوج مغارف كبار تاع زبده، ونزيدو لهم هكذا زيت ربع كاس هكا تاع الزيت. فوالا ربع، ونخليهم يذوبوا. وهنا انا راح نزيد لها البنات هما يقولوا له تشام فستق، يعني الكاوكا ولا الفستق تاع الصنوبر، ما على باليش حنا كيفاش نقولوا له. نتوما تقدروا تستعملوا اي مكسرات عندكم، يعني كاوكا ولا لوز ولا جوز، ليسونسييل نحمصوه مع هاد الزبده والزيت حتى يولي ياخذ هذيك لا كولور دوري. فوالا البنات دوكا شوفوا كيفاش جوغ كيما نقولوا حمصتو في هذاك الزبده والزيت. دوكا نزيد نحمصو مع زوج كيسان تاع السميد. فوالا هذا هي الفرق تانيك بين الطمينه تاعنا وتاعهم، هما يحمصو في كيما نقولوا يحمصوها مع الزبده والزيت، وحنا نحمصوها من قبل، يعني نحمصو الطمينه من قبل. دوك تانيك نقعد البنات هذه نخلط فيها حتى يولي السميد تاعنا ياخذ لا كولور دوري هكذا، حتى يولي لي دوري ونعاود نولي لكم. البنات شوفوا هنايا الشربه تاعي غير ترفد هذيك الغليه نطفي عليها، يعني ما نحتاجش بزاف تغلي ولا تعقد ولا، بيسك راح نرميها فوق هذا السميد باش يتنفخ لي السميد ديالي. هذه طريقه كما يقولوا قليل اللي يعرفها وقليل اللي يديرها، ما في الاتراك، يعني انا نجيب لكم لي غوسات بسر النجاح تاعهم. شوفوا غير فدت الغليه منها باش تقعد لي دافيه، منها باش يذوب لي السكر. دوك انا نكمل نحمص السميد تاعي ونرجع لكم. فوالا عميراتي شوفوا كيفاش تحمصت، الله الله، خذات هذيك لا كولور دوري. دوكا طف
خفيت عليها باش ما تغلبنيش كنت نهضر في التليفون. دوك البنات نحط فوقها هذيك الشربات اللي وجدناها هكذا فوالا. ونقعدوا على نار تكون متوسطة نخلطوها شوية سيداتي. دوك تشربها فيت فيه. اذا حبيتوا تخرج لكم بالطبع وهذاك لما الله الله اقعدوا هكا وخلطوا خلطوا خلطوا حتى تشرب. واللي ما عندهاش الوقت كيما حالتي تنقص لها سيداتي وتغطيها بالغطيوة تاعها وتخليها تشرب. انا دوكا نغطيها بالغطيوة ما عنديش الوقت نقعد نتفلسف معاها. وتمتم تشرب ما زعما تحبوا تقعدوا غير تخلطوا تمتم تشرب ما تخلعكمش. مي انايا الله غالب تبدا تنوض لي الطفله نغطيها. يعني في كلتا الحالتين تجي مليحه وشنو برك زعما كي تعودوا تخلطوا هكا تجي ثقيله. الله الله دوكا هكذا خلوها حتى تشوفوها نشفت كامل شربت هذيك الشربات طفيو عليها. فوالا اني عاود رجعت ليها شوفوا هكذا شربت كامل الله الله تجي بنينه انا نحبها. اختي كيما قالت لي قالت لي قولي لهم راني ندير في العصيده وخلاص. كنت نهضر معاها بلاكا قالت لي قولي لهم راني ندير في العصيده وخلاص. قالت لي العصيده تاع التراكه فوالا سي بون هكذا راهي وجدت. خلوها تزيد تشرب في غردها فقط. دوك نطفي عليها ونخليها تشرب في غردها حتى المور العشاء ان شاء الله. نروحو ديريكتومون نكملو البلا تاع الكغاتان تاعنا. خرجوا الكغاتان تاعنا. اوه واحد الريحه الله الله. دوكا طابتنا البطاطا تري تري بيان. دوكا طابت لي البنات بيان. جاتني برك شويه مسوسه زيد لها شويه ملح. والبيشاميل تاعي البنات ماذا بيكم بيشاميل ديروها شويه تكون جاريه يعني ما تقلوهاش بزاف باش تجي بنينه هكذا. شوفوا انا درت البيشاميل درت لها شويه فلفل كحل شويه ملح وشويه جوز الطيب. بيشاميل نورمالمون كامل تعرفوا ديروها. هكذا نمشيوها كامل. وهذه ما مليحه خير من هذيك تاع زمان نديروا الكغاتان نقليوها تشرب كامل الزيت. كيما نقولوا هذه غير بشويه زبده وما تجي البنه تاعها خير من المقليه بيسك فيها الزبده بيان سور مع الكارين ولا هكذا. دوك نمشيها ونزيد فوقها شويه فرماج غابي ونخليها واحد 10 دقائق تزيد تحمر لي شويه ويكون كلش جاهز معايا. وانا سلكت راسي دوكا لازمنا وحده كي تكون هكا مع التربيه ايتو لازم كل حاجه بخاتيك. انا سي بوغ سا لي راني نبارطاجي معكم هاد لي غوسيت ساهلين لاخاطش كاين بزاف انا لي تبعوني. روحوا لي كومونتير تشوفوهم تقولي راني كيما نتيا زيد تجديد راكي تموتيفي فيا تعطيني طاقه سلبيه تعطيني طاقه ايجابيه بزاف عاونتينا بزاف جوغ نفرح انا بهاد العفايس. سي بوغ سا لي نقعد نزيد ونزيد ندبر دي غوسيت هكا خفاف دي غوسيت تمتم لي يساعدو مرا لي تكون عندها الولاد لي تكون خدامه فوالا ميم مرا ما تكونش خدامه ايتو في الدار من داك من داك نديرو دي غوسيت خفاف. ايا خلوها تحمر ونتلاقى في الطابله. ودائما كيما نقول لكم ونوصيكم البنات باش تحافظوا على نظافه المطبخ تاعكم وتحافظوا تانيك على الوقت ديالكم ما يروح لكمش هكذاك برك وتقعدوا غير في مع الكوزينه. انا توجور كي كون طيابي طيب نروح ديريكتومون نغسل هذوك الميعنات تاع الدوزين ما نخليهمش هكذا باش مور العشاء ولا مور الفطور نكون ما عنديش خدمه بزاف سوف لما عندي كليت فيهم نحطهم في لا ماشينا فيسيل و سي بون هكذا ما نعيا انا وما نكون زوج تاعي
تاعي يحب يعاوني ويدي براسي الطابله يكون كما نقولوا بلان دو ترافاي تاعي كامل نقي ومسقم، يعاوني هو غير في كي يدي براسي لي طابله او سي بون. حفصه بسيطه قلت لكم فوالا هاي الكراتان تاعي واجده، تجي بنينه البنات هايله، قبل ما ندوقها على بالي بلي بنينه. درت معاها بلغور، هذا الطرشي تاعهم المرقد ديتو. اي بون ابيتي، نروح ناكل لقمه قبل ما تبدا تغني بنتي. البنات اكو تحسوا في البنه؟ حسوا البنه حاجه بسيطه وبنينه. فوالا كي حطيتها في الاخر تجي هكذا، ليسونسييل تجي غراف غراف بنينه البنات والله. جربوها ما شرح تندموا، وعفسه بخاتيك. فوالا مي زامي، دوكا كملت عشاتي، دي براسي في الكوزينه ديالي، رجعتها الله الله برك، ما بلاصيتش الماعن، مي غسلت كلش ودرت لو سيرفيس تاع الحلوه ديالنا. دوك ندير الشاي لزوجي، هو يشرب الشاي انا ما نشربش الشاي، ما شربش الشاي، اشرب السوزة، انا ازوزة السوزة ما شربش الشاي، اشرب ازوزة، انا ما ازوزة. صح كيفاش يقولوا لها ما شربش الشاي اشرب قزوزة ازوزة؟ كيفاش يقولوا لها؟ خلوها لي في لي كومونتير كيفاش يقولوا لها ازوزة. والله ترفت لي الهضره. دوكا نروحوا نحط الحلوه تاعنا ونقعدوا نسهروا، واليوم كاين تانيك المسلسل ديالنا. فوالا عميراتي، دوكا جينا للسهره ديالنا، وهذه هي الحلوه كيفاش تجي، ولا الطمينه تاع الاتراك، تجي بزاف بنينه وبزاف خفيفه. جربوها وما راكم خاسرين والو، خلوا لي رايكم في التعاليق. بون انا تعجبني بزاف بيسك تجي طريه، وكيما راكم تشوفوا دوكا يبداو البرامج الدينيه او الادعيه تاع اول ليله من اول ليله جمعه من شهر رجب. هذه هي يحتفلوا بها الاتراك، يديروا دي بروغرام في لاتيلي، ويديروا ليالي يعني الليله هذه كلها صلاه وادعيه لاول ليله جمعه من شهر رجب. ربي يتقبل ان شاء الله صلاه ودعاء كل واحد فينا، وربي يعطي لكل واحد فينا واش يتمنى. بقى على خير.